نرجع لكم مشاهدينا بلقاءاتنا المباشرة على الهواء. نحن وياكم رح نروح لمشوار بين الأحلام، بين الأرض وبين النار، مع ضيفتنا الفنانة التشكيلية جومانا حسواني. رح نعمل جولة على نتاجها بالفن التشكيلي ونعرف أكثر عن المعرض اللي بيحمل هالعناوين الثلاثة، دو ريف دو تير اي دو فو. جومانا حسواني أهلا وسهلا فيكي. أهلا. لما بنحكي عن هالعناوين الثلاثة، مش بالأرض فينا نحلم ومع ألسنة لهيب النار كمان فينا نحلم؟ كله الحلم بدل أحلى شيء عند الإنسان، إذا ما بيحلم الإنسان يعني بيبطل موجود. واختيارك لهيدا العنوان هو دلالة على أقسام المعرض اللي رح نشوف بعد شوي لوحاتك، ولا صح. له كمان هيك فكرة تانية بتحب تخبرينا عنها؟ له فكرة تانية. ليش فكرت هيك؟ هني ثلاث أقسام، قسمت المعرض ثلاث أقسام. دوريف اعتبرت انه مثل ما قلت لك اهم شيء بالحياه هو الحلم، كل شيء ببلش بحلم. بعدين بس ما فيك تحلم اكثر ما تشتغل، مشان هيك في الارض، والارض هي الكفاح والمقاومه والجهاد. ودف هو لانه بدك كربيرون لكل هيدا اللي هي الباسيون، اللي هي الحب والشغف. وقود هيدا الشغف عند جومانا حسواني، كيف بتولعه؟ كيف بتشرقته؟ لأقلك لأني أنا كأم أكيد أولادي وجوزي هن بيسببوا لي كمية كبيرة من الحب، هي اللي بتخليني أشتغل وأعمل كل اللي لازم. هن إذا فكرت فيهم فخورين فيي، بنبسط وبصير أعطي أكثر. هن الأساس، بعدين عندك الطبيعة، بعدين عندك لبنان الحبيب، لبنان نعم. هو اللي بخليك تحلم، بتفكر إنه صحيح مع كل هالمقاس اللي عنا إياها يوم بده يجي، بده يكون ان شاء الله كثير حلو اذا الله بريد، بده يكون يوم جديد. يعني عندك تفاؤل بالحياه، فينا نفهم منك جومانا؟ اكيد اكيد، لو ما الامل الواحد كيف بعيش؟ يعني ما بعرف اذا بهيدي الظروف اللي عم نعيشها تركي لنا مجال نحلم، لان عم نعيش لا الساعه بساعتك اليوم بيومه. رح نضل نحلم اكيد. يلا رح نروح معك بالاحلام خلال لوحاتك، رح نتعرف عليهم تابعا. بس قبل ما نبدا بمشاهده اللوحات اللي هي عينه عن ما يتضمن هذا المعرض، خبرينا معرضك رح يكون الاربعاء القادم وين واي ساعه، وشو رح تكون الاجواء الاحتفاليه ليوم الافتتاح؟ بيكون المعرض هو نهار الأربعاء، أول نهار 19 الشهر، هيدا بعد كم يوم، مش رح أقول بعد قديش كم يوم حتى أنا ما أتوتر، حسن قراب. رح يكون برعاية معالي الوزير روني عريجي وزير الثقافة، بتبنيته جامعة الكاسليك، أنا بشكرها لجامعة الكاسليك، كمان بشكر شركة نويز لأنه هي اهتمت أنه هيدا المشروع يصير على الأرض. نعم. مش بس بالشغل، بالقلب كمان، مشان هيك عم اقول لك دفو هو من اهم شيء لكل شيء يمشي. جومانا يعطيك الف عافيه، دائما بتعيشي حاله ستريس قبل كل معرض بتقومي فيه، وانت يعني منك بعيده عن هالاجواء المعارض اللبنانيه والعالميه، لان هلا رح نحكي بعد شوي كمان عن وجودك بفرنسا وعن قد ايه اهميه حضور اللبناني بدول الاغتراب ليقدر يوصل فكر معين. صحيح. ورساله معينه. صحيح. دايما بتعيشي حالة ستريس؟ لك هيدي الستريس أنا صرت معودة عليها، الستريس والأنساتيسفاكسيون هن شعورين ماكسيموم بشعين، بيأكلوا الواحد من جوا، بس هن بيخلوك تعمل منيح. شو اللي بيعطيك هيدا الاكتفاء لما بتسمع إطراء أو إعجاب بلوحاتك، بيخليك يصير عندك هيدا الشعور؟ أكيد أكيد ببقى مبسوطة وكل شيء، بس دايما من جوا عندي هيدا الشعور، مثل ما بيقول المثل you cannot have the cake and eat it، ما فيك تكون بكل شيء. نعم. بحس لا دائما بحس، وهذا اللي هو بخليك مثل ما قلت لك. نعم. هون بلشنا بالارض ولا بالحلم؟ هون بالحلم. بلشت بالحلم، يعني لانك انت ربطيهم ببعض، ومن هيك سالتك اذا بالارض. بلشت اول كم لوحه رح نعم. يكونوا على لوحاتك زيتيه جومانا صح؟ صح صح، انا بستعمل الزيت. نعم. يعني بهالصوره الاحلام لوين بتودينا؟ لان شفت انا في نفق طويل بس في نور منه مظلم. مزبوط، اسمه ذا باث. هون بهيدي اللوحة كنت عم فكر انه بحس الدنيا كلها كانفا كبيرة، كانفاس كبيرة وطريقي مرسوم عليها. انا بس برسم المشاهد. حلو كتير. رح نستعرض مزيد من الصور. ديبتيك ديبتيك لوحتين بفرد لوحة. هي قصة مرة راكدة ورا الولد الصغير اللي جواتها ضمن الحلم. قديه جواتك في ولد صغير؟ عندي ولد صغير عايش كل الوقت. لوين عم بيركضك؟ على أي طريق عم بياخدك جومانا؟ عم ياخذني على أشياء كتير حلوة، بتصور هو اللي عم بخليني عم أحلم.
لأنه الولد هو اللي بيحلم. فإذا هدينا بإيدنا إذا بتريدي وركدينا معك على هيدا الطريق حتى نطلع شوي من وقعنا السوداوي لنشوف هيك تفاؤل أكثر بلوحاتك. هون صرنا الأرض، الأرض مثل ما قلت لك هي شغل وتعب ودير لابور، هيدي اللوحة اسمها أنجر. نعم. الغضب هو بخليك تتصرف بالحياة. نعم، مبين لوحة غاضبة أصلاً، يعني غضب الطبيعة وكأنه بهيدي اللوحة. صحيح. فيس هيدي الإيمان. مستوحيات من أرز الرب، يعني من غابات الأرز بلبنان، هالأرز الشامخ. لأنك هدول مش أرز، هدول مش أرز، بس على جميع الأحوال لوحات، عدد كبير من لوحات مستوحية من الأرز، لأن عندي بيت على طرف بيعطي على وادي قديشة. بقى الطبيعة هنيك جزء مني وبرسم كتير مناظر من فوق. تشبهك. بتشبهني. بتشبهني أنكسيوز وموترة. لا بس عن جد ما بعرف قصدتي انه تعطي نفس اللوك لشعراتك ولا اكيد اكيد هيدا اوتو بورتري. اوتو بورتري هيدي كنت عم بقول فيها انه الانكزايتي والبين وقتها بيجوا على الانسان اللي بخلوه يبطل يشتغل ويبطل يعمل اي شيء، بترجع النار والباسيون اللي جواته بتخليه يتابع عن جديد. لان قلت قبل شوي انه اوقات الوجع والحزن بيخليك تفجري طاقاتك اكثر واكثر. على القليله انت لذاتك، يمكن هيدا الشيء ينتقل للاشخاص اللي عم بتشاهد هيدي اللوحات وعنده يمكن نفس الاحساس او نفس المشاعر اللي بتمتلكيها حضرتك. صحيح، خاصه نحن اللبنانيه مشاعرنا بتشبه بعضها، بنعيش نفس المقاسي، نفس المقاس والهموم وأحلامنا نفس الشيء. نعم. يعني إذا بتسأل واحد شو حلمك فكر فيه أول واحدة، كلنا منقول إنه لبنان يصير منيح. صحيح، السلام، هيدا لبنان نشده دائما. سلام السلام. نعم، إن شاء الله يا رب نار الحب تكون طاغية على نار الحروب والمدافع. إن شاء الله يجي نهار الأخبار المحلية تكون كلها نحكي عن مع أولك بيجي هيدا النهار. ما بعرف، بتتخيلي يعني دائما أنا هيك بقول ممكن نوصل لوقت مثل الدول الغربية يكون أول خبر عن افتتاح معرض أو عن اكتشاف مثلاً لبناني مثلاً. أو عن إنتاج لفيلم سينمائي أو لجايزة، مش دائما يعني هودي بتكون عنا الأخبار نحن بالمتفرقات السريعه انجع 20 سكوند لكل خبر. صحيح، ان شاء الله. هون عم تفوتينا شوي ب قديشة. قلت لكم انا بيتي هون ورا هيدي الشجره، عندي هيدا المنظر بقى. ما تسال ليه طلعت فنانه. هيدي اللوحة ببربيزون. يعني نحن دائما بنقول لما منزور هيدا المناطق، وانا شخصيا عندي زيارات متكرره لهيدا المناطق، بنقول مش بعيد يطلع من عنا قديسين، قد ما هي الأرض بتحكي، قد ما بتخليك تصمتي وتعيشي هيدا الصمت بكل رقي وبكل إذا بدك هيك صفاء من الداخل. صحيح. يعني الطبيعة بتفرض حالها وقت علينا. صحيح، طبيعة لبنان حلوة. لقلك في إكليبر معين بالحياة، مثل ما في ليل ونهار. نعم. قد ما عنا مقاسي، قد ما عنا بالمقابل كمان مثل ما عم بتقول قديسين وفنانين وشعراء، هذا الإكليبر حلو. بس أوقات يمكن نحن ما بنعرف نعمل هيدا التوازن، يعني مش كلنا عنا هيدا القدرة. لازم تفكر فيه، عم قلك مثل الكباية اللي بتبقى مليانة، اللي بيطلع بالنص الفاضي ولا اللي بيطلع بالنص المليان، هو نعم. الإنسان لازم يشد ليطلع أكثر بالمليان. ليه جنونة؟ عم شوف السينياتور بأسفل هاللوحة المعبرة كمان. ليك أنا دايما بفكر، بعمل مديتاسيون كتير. كنت دايما أقول شو اللي شغلت، شو هن الأشياء اللي بتخلي الإنسان ياخد هيدا القرار ولا هيدا القرار. بعدين صرت شيل وحط وفكر وشغل، صدقني بعد سنين طويلة لقيت أنه بس في شغلتين هي بتحرك الإنسان، هن الأمور والسيرفي. بتقسم العالم حسبهم اثنيناتهم، يعني مثلا حكيم بتحطه سيرفي، فنان رسام بتحطه أمور. هلأ ما بيمنع أنه تكون بهيدا وتكون كمان بهيدا، لأنه بس تقشط هيدا بيجي هيدا وبياخد محله. هن اثنيناتهم موجودين فينا، يمكن اثنيناتهم بس بيبقى قسم أكتر موجود فيه، بيتبدع على قسم آخر. صحيح صحيح. نعم. هلأ وقتها ما بيعبي قسم، ما بيعبي التاني الفراغ، بصير هيدي بصير السوسيد، بصير الدبريسيون. مشان يعني هيك وحده جنونه بقى، جنونه هي للامور. الله لا يقدر جنونه. هي يعني امور وجمانه هي السيرفي. اذا جنونه
لجمانة على هالطريقة كلنا بدنا نكون جنونة. على كل حال نحن هيك مجنونين بمشاهدة الصور، رح نرجع لهم ومنتابع أكثر وأكثر. هلا فوتينا بفصل بعد بفصل الخريف، بس إنما بفصل الشتاء لأن في بعض المناطق وبعض القمم بلبنان لبست الثوب الأبيض اللي عم نشوفه بلوحتك هيدي. هون بلشت هدول صوري ببربيزون المعرض. نعم. رح نحكي عن هذا الموضوع، رح يكون ختام موضوعنا. أوكي. من هيك قلت لك كان عندك مشاركه بالخارج وفتحت لك مجالات اكثر واكثر، وبنفس الوقت حملتك مسؤوليه بكل مره تعمل فيها سيناتور للوحتك تكون كل هيدي الخبرات حاضره انتم عم تمضي اللوحه. انفتح لي مجال صراحة بمنطقة بفرنسا اللي بسموها كابيتال دو لا بانتور، اسمها باربيزون، هي ضيعة. قدرت أعمل معرض هناك بأهم وأكبر جاليري فيها. مع رسامين ونحاتين وفوتوغراف كتير كبار مثل ستيف ماكوري، فالكوني، أنتوني تولي، ماورو كوردا. بالنسبة لي أكيد هيدي دفشتني كتير لقدام. أكيد. ومثل ما عرفت أنه هلأ على رزنامة أعمالك في مواعيد لاحقة لمعارض بلبنان وبرات لبنان. صحيح. إن شاء الله يكون لنا فرصة بلقاء تاني نحكي فيها أكثر موسع. جمانة بس سريعا بدي أذكر أنه المعرض بيتم افتتاحه نهار الأربعاء ب 19 نوفمبر، بيستمر ل 2 ديسمبر من الساعة 9 الصبح للساعة 5 بعد الظهر بحرم. صحيح. الجامعة جامعة القدس الكاسليك من عدا السبت والأحد. ما عدا السبت والأحد. بنقول لك جود لك وموفقة، وإن شاء الله دائما يعني عيشك للحلم ما بينقطع، لأن نحن لولا الحلم اللي بيعطينا هيدا الأمل بتصور كلنا بنروح على نفق مظلم ما بنعرف نطلع منه. أهلا وسهلا فيك جمانة، عندي كلمة أخيرة بتحبي تقوليها؟ شكرا توجيه لحدا. بدي اشكركم اول شيء انكم استضفتوني. مثل ما سبق وقلت جامعه روح القدس الكاسليك. نعم. الوزير روني عريجي وشركه نويز اللي هي اهتمت من كل قلبها لتمشي لهذا المعرض. ونحن بنشكر حضورك معنا اليوم الاحد. اهلا وسهلا بالفنانه التشكيليه جمانة حسواني. مشاهدينا هيدا كان لقائنا مع جمانة، باقي عندنا لقاءين مباشره بعد البريك نخدم فيها صبحيتنا لليوم الاحد 16 تشرين الثاني عبر شاشه الاو تي في. كل احد وانتم بخير، راجعين لكم بعد البريك.